مرحبا. تشكلت الفصائل الفلسطينية فصيل ورا فصيل، وقدم كل فصيل منهم رؤى سياسية وخطاب سياسي، وصارت الفصائل المجتمعة هي العنوان أو العناوين للعمل السياسي في فلسطين. نافست الفصائل وتصارعت على الرؤى السياسية وطرق تحقيق الرؤى السياسية وأدوات طرق تحقيق الرؤى السياسية. الرؤى السياسية كانت هي محور خلافات الفصائل بأغلب الأوقات. بعد الانتفاضة الثانية ما اكتفاش الاحتلال باعتقال أفراد أو حصر منبع مادي أو بشري لأحد الفصائل، بل قام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمتابعة كل الفصائل الفلسطينية ومتابعة مواردها البشرية والمادية وحصرها وإنهائها بالكامل، الأمر اللي شكل في شارعنا الفلسطيني فراغ سياسي كبير. تجلى الفراغ السياسي في آخر 5 سنين بالتزامن مع نضوج جيل وعي في نهاية الانتفاضة الثانية وظل محمل بإرثها، الجيل اللي بنفس الوقت شاف وعاش الثورات العربية وتحركات شبابها في كل مكان، فلما حاول يقوم بدور السياسي ما لقاش أي عنوان سياسي يمكن العمل من خلال. لهيك لقينا مجموعات شبابية قاعدة بتتشكل وبتشتغل في المجال الثقافي والمجال الاجتماعي بشكل كبير، واللي بصب في النهاية بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل السياسي. هذه المحاولات ما لقتش التبني والدعم المطلوب لإلها، وبنفس الوقت واجهت مشكلة كبيرة سببها رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأجهزة أمن الاحتلال، الأمر اللي حصرها أكثر وأكثر، يمكن لأنهم شافوا فيها ثغرة لعمل التنظيمات أو مساحة لإنشاء عمل حقيقي منظم في الشارع الفلسطيني. تراجع ضعف الفصائل الفلسطينية انعكس على كل مكونات شعبنا وعلى كل أماكنها، شفنا انعكاسات واضحة على الحركة الأسيري وتحديدا في قضية الاعتقال والأحكام الإدارية. في الوقت اللي الحركة الأسيري ما قامت بتنظيم فعل حقيقي على سبيل المثال ضد الاعتقال الإداري أو الأحكام الإدارية، شفنا مبادرات لإضرابات فردية قام فيها بعض الأسرى متجاوزين فيها فصائلهم ومتجاوزين فيها الحركة الأسيرة ككل. السبب هون عجز الفصائل. يمكن في القدس نشوف أوضح بالتزامن مع ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين وجيش وشرطة الاحتلال وارتفاع مستوى مصادرة الأراضي والاعتداءات على الأقصى. هذا الحكي بصير وفصائلنا في القدس متراجعة ضعيفة مترهلة ملهاش حضور ووجود حقيقي في الشارع. الأمر اللي حرك شباب القدس وخلاهم كأفراد يتحركوا ويقوموا بعمليات دهس بسيارة بشاحنة بجرافة ويقوموا بعمليات طعن وإطلاق نار متفرقة. وبهذا المشهد الكبير شفنا الحضور المتواضع للفصائل من خلال المباركات والدعم الإعلامي أكثر شيء والمتواضع جدا في الشارع. ولهيك الفصائل مجتمعة ما قدرتش تأطر الحالات الفردية هاي أو المبادرات الفردية وتحطها في إطار عام وتشكل حالة عامة وتعطيها غطاء سياسي ويكون لها أهداف سياسية. لحد اليوم هي مبادرات فردية بتطلع كل فترة، الفصائل بتكتفي بمباركتها وبتبحث عن سلالة المنفذ لتلاقي فيه أي جذر حمساوي جبهاوي فتحاوي لتتبنى العملية وتقول أنا حاضرة في الشارع. لما بنحكي عن فصائلنا وفصائلنا في السجون وفصائلنا في القدس وفصائلنا في الضفة، إحنا هون قاعدين بنحكي عن مجتمعنا العاجز اليائس اللي ولا مرة كان عنده مشكلة في التضحية ولكن التضحية بمعنى، ولا مرة كان عنده مشكلة يتسكر حاجز ولكن يتسكر حاجز لأنه في فعل سياسي أو في نضال حقيقي قاعدين بشوفوه بتراكم أمامهم. اليوم إحنا بفترة عشناها، فترة نهاية الانتفاضة الثانية، لما كان في حاجز بتسكر إحنا في السيارة الناس كلها كانت تسب على اللي نفذ العملية، وإذا حدا احتاج بتلاقي الناس بتقول الله يرحمه بس ليش سواها، شو استفاد وإحنا شو استفدنا. النقاش اليوم كلياته عن نقاش الجدوى، نقاش الفائدة. النقاش هذا مش أنا وإنت اللي بنتحمل مسؤوليته ولا أنا وإنت اللي ممكن نوفر عليه أجوبة، عندنا فصائل يفترض هي تحطه على الطاولة وتناقشه، فصائلنا هي المفروض تعطينا الغطاء السياسي لمبادرات الناس الأفراد الصادقين النبيلين اللي قاعدين بنشوفهم ببادروا. إحنا يفترض فينا الدفاع والاستماتة في الدفاع عن الفكرة نفسها، ولكن بنفس الوقت مش الاستماتة في الدفاع عن الفعل نفسه، مش تشكيكا بالفعل ولا نية المنفذ، بل تشكيك في جدوى الشخص أو الوسيلة الإعلامية اللي بتحرض على النزول والطعن والقتل وبتنمي وبتوسع فكرة العمليات الفردية وبتحرض على التنفيذ والقيام فيها، يفترض فيها تكون مسؤولة أكثر. أبو عبيدة في حرب 2014 طلع وأعلن الحرب وقدم لائحة بالمطالب، دورنا إحنا إجا بعدها. إذا ما كان في صوت واضح وصريح وعالي بنقض كل العمليات وكل فعل المقاومة، بصفي أنا علقان ما بين 2، صوت مؤيد للمقاومة وصوت مضاد للمقاومة، وبفعل كل شيء ليوقفنا عن النضال من أجل حقوقنا. ولعله خير.